واسمعوا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه نهرا من دم فيه رجل قائم، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه فرده حيث كان، فجعل الرجل الذي في نهر الدم كلما جاء ليخرج رماه الرجل الذي على شط النهر بحجر في فمه فيرجع كما كان. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي رآه في نهر الدم فقيل له هذا آكل الربا. واسمعوا ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ليلة أسري به على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا. واسمعوا ما جاء في الحديث الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، أخرجه الحاكم وله شواهد. أيها المسلمون، لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الربا أين يكون وكيف يكون، بين ذلك بيانا شافيا واضحا لا يخفى إلا على من به مرض أو فيه عمى. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه مسلم. وفي لفظ له فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.